السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نشتغل بمصحف فلازم بنشتغل على حاجة اسمها Command Data Environment، ان احنا نبقى شغالين بنظام معين لترتيب الملفات، وده طبعا بيبقى سهل جدا لو احنا شغالين كلنا في نفس الشركة فبنقدر نعمل سيرفر. طيب لو احنا شغالين في اكتر مكان، او احنا عايزين في ناس مثلا شغالة في الموقع، ناس شغالة في المكتب، في اكتر مكتب شغال، فساعتها بنحتاج Command Data Environment بيكون اونلاين. فاشهر حاجات واقوى حاجات موجوده في السوق هنلاقي A360، ده بيخليك الفريق بتاعك تتشابك مع بعض وتقدروا تتبادلوا المعلومات. يعني اول ما اعمل سنكرونايزيشن المعلومات بتاعتي بتظهر عند بقيه الفريق، تمام؟ ودي نفس الفكره اللي موجوده في بقيه البرامج. هنلاقي برضو ترامبل عامله ترامبل كونكت، وتقدر ان انت تحط الملفات وكلهم الفريق كله يشتغل معاك في نفس الوقت. بنلاقي بعد كده في بنتلي عاملة بروجكت وايز، ده برضو بتخليك ان انت تقدر تعمل كوماند داتا انفايرومنت وتشتغل، مش لازم تكون شغال ببرامج بنتلي، ممكن تكون شغال ببرامج اوتوديسك، وبرضو نفس الفكرة في ترمبل. بروكور برضو عاملة بديل حلو، ويمكن الميزة السعر بتاعه كويس، وممكن تجرب ديمو. وهنلاقي عندنا بيم بلس برضو بيدي امكانيات حلوة في البلان بيم، بتقدر ان انت تشتغل مع الفريق ويقدروا ان هم يشوفوا الابديت في نفس الوقت. فدي اهم بلاتفورم خاصه بالبيم مانجمنت. بيم is being الفريق بتاعك كله بيبدا يكون تبادل معلومات مع الفريق في نفس الوقت.